شامي وعنا رجال عزينا عالي وما بينطار والريح ما تهزك يا شبال شامنا شام الكرار الشامي الله حبيها والشامي مزروعة فيها يا ولو يلي عاديها ما يلقى غير المهاني عنا الشهامي وعنا رجال عزينا عالي وما بينطار والريح ما تهز يا شغال شامي لشام الكرامي شامي لشام الكرامي عمي ما عم بقدر نام بالليل نوم نوم من وقت ما اخذتيني لعند هذا اللي بيعمل حجابات كل يوم بحس حالي ما عم بقدر نام عم يجيني كابوس ابو صالح ايوه ابو صالح لك كل ما حط راسي على المخده ودي نام بحس مثل كانه شي طنبر هاجم علي بده يدعسني بس يوصل لعندي يا بيروح على يمين يا بيروح على الشمال وشو دخل الحلم بحجابك هذا لك يا بنت عمي شلون شو دخل الحلم بالحجاب؟ أنا عم قلك من وقت ما حطيت هذا الحجاب بجيبتي هيك عم صير معي. طيب شو رأيك ابن عمي تفتح الحجاب وتشوف شو مكتوب فيه؟ نفتح الحجاب هو. ما تبشر شو. لك يلا شوقتني أعرف شو فيه. ما بعرف هو ملفوف كتير. لك يلا ابن عمي خلصنا. طولي بالك هاي الحجابات بدها مفتوحة. قوي شوي هيك يا لطيف مكتوب انتبه تحويله يابي انت بتعرف تحكي فرنساوي شيء؟ شي؟ لغان انا اللي بعرف احكي فرنساوي يابي يعني اذا بدك تقول له لواحد فرنساوي تعال هون شو بتقول له؟ بسيطة هاي بتقول له قال لي ايوه واذا بدك تقول له روح لهنيك شو اذا بدك تقول له روح لهنيك ايه روح انت لهنيك قول له قال لي قال في ضبع بالحارة عجزت أهل الحارة كلها عليه ايه. ما في غير بيطلع بالليالي بخوف أهل الحارة ضبع لك الضبع ايه. وقام فزل لك واحد أبضاي وزقرتي من الحارة قال لهم اتركوه علي قام راح هذا زقرتي
غاب نص ساعه لك ابو عبدو ورجع والضبع معه. شو لا وراكب على الضبع كمان. راكب على الضبع وفاتوا الفرنساويه على الحاره وقام وينك بلشوا السوار يهربوا والفرنساويه انتشروا بالحاره وقام جالك واحد من السوار نط من اسطوح لاسطوح سبع امتار. سبع امتار يا سيدي راح واحد لعند الزعيم وقال له انا مستعد بدون كلام طلعت الفرنساويه برات بلد ما حدا يوم يومين لك شهر شهرين وقام بالاخير بتعرف شو طلع؟ طلع صرصار. ابو عبدو لك ابو عبدو ايوه ابو عبدو ايوه ايوه انت بتعرف شو معنات صرصار؟ صرصار لا والله ما بعرف. هلا اذا الواحد حكى كلام طعمه وبلا طعمه ايه شو بيسموه؟ سموه الحلاق. ابو مستو حلمت لك شو حلم شي بيطير العقل كتر ما حلو. وشو هالحلم الحلو كتير اللي حلمتيه؟ خير اللهم اجعله خير. حلمت لك اني مسافره سفره طويله ببلاد بعيده بلاد تاخذني وبلاد تجيبني اطلع بالجبال انزل وديان. شو سفره بتطير العقل. وانا كمان امبارح حلمت حلم يا لطيف. شو حلو؟ شو هو؟ كيه حلمت حالي اني بحفلة كلياتها أكل وشرب ورأس وفقش. وليش ما أخذتني معك؟ كنت مسافرة. عجيب نور زعيم الوضع مكركب والفرنساوي رايح جاي بالحارة. لعيونك زعيم ما بدي أي مصادمات مع أهل الحارة. تمنالي التجوال بكرة. تمنالي التجوال بالليل. سمعونا اخي داير يمولا من هني من هني. عقيد شو صاير عندك بالحارة؟ خير زعيم. ما منعت التجول أنا بعد الساعة 7؟ شو عم تعمل الناس بالشوارع؟ سلامة فهمك يا زعيم. نزلوا يتفرجوا على منع التجول. عليك يا ابي الله يرضى عليك. تعالوا غطي راسك. الله يخلينا ياك يا رب. عليك. لعما هذا الولد ليش هو؟ ليش ما راح على الكتاب اليوم؟ لك عبدو عبدو تعال عندي لاقول لك شو. نعم يا ابي. عودوا لك شو. لك يا ابي ليش اليوم ما رحت على الكتاب؟ يا ابي مشان الله لا تفتح لي سيره الكتاب بالمره. ما لي طاير على الكتاب ولا اشوف شيخ الكتاب. لا يا ابي شو هالحكي هاد؟ لازم تروح على الكتاب مشان تتعلم. انو علم يا ابي؟ تصور عم يسالونا اسئله صعبه كثير. تصور اليوم الشيخ سالنا شو معنات كلمه سبيل.
معقول يا بي ما تعرف كلمة سبيل شو معناتها؟ مبينة، سبيل يعني طريق. وسلسبيل؟ سلسبيل يعني طرطري. يا لطيف يا لطيف، لك خدو، نحن مشان شو هون؟ لك شو مشان شو هون؟ مو انت جبتنا لهون؟ اي والله صحيح، مو انت قلت لنا الزعيم قال تعوا لهون؟ ايه صحيح تذكرت، الزعيم قال لي يا سعدو بتاخذ حده وابو حده، قل له لابو حده يجيب باروته معه وبتقعدوا باول الغوطه عند راس الحاره، قال مشان شو؟ مشان نصد الهجوم الفرنسي. هلا لك تصد الهجوم الفرنسي؟ ايه انا وحده ما نصد الهجوم الفرنسي. هيك قال لي الزعيم. هلا اول ما اشوف فرنسي رح اضرب فشكه واهرب. لك شو تضرب فشكه لاضرب شيء هلا؟ ليه؟ لك ما بيصير، اول شيء خلينا نخبر الزعيم. لك والله اذا وصلوا لعنا بياكلونا، خلينا نضرب فشك اللي هي وفيها ونهرب. لك يا اخي لا تقوس هلا ولا فشكه، لنخبر الزعيم، بلكي الزعيم ما بده انه هن يعرفوا انه نحن عم نراقبه. يا بي الدرك الفرنسي وصل. وينه؟ ليكو لك لا تقوس، اول شيء لخبر الزعيم. شو بنا ابو حدو؟ لك روح خبر الزعيم، قل له على مسافه 500 متر ما هن الزعيم. يلا روح رايح. قول والله يا رجال. لا ما اذا وصلوا لعنا والله بياكلونا. ليش ليش يا ابي ليش؟ ماشي ابو حدو شو اضرب؟ لك لا، قال الزعيم لا تضرب ولا فشكه لحتى يبعت لك امر. لك شو اضرب ولا فشكه؟ صار على بعد 200 متر حدو. ايه يا بي؟ روح فهمه للزعيم، قل له صار على بعد 200 متر خلينا نضرب. ماشي يا بي. حط صلعتك حط صلعتك. قبل عم يقربوا. يا طيب شو قال الزعيم، نضرب ولا ما نضرب؟ يا بي قال الزعيم لا اضرب، استنى شوي. ما اضرب، استنى شوي كمان. ايه استنى شوي. لك ايه وصلوا. عليك الشباب، الزعيم قال ما نضرب ما هيك؟ ساعدوا حدوا نادوا للزعيم يتفاهم معون. بعدك وشوقي إليك ما بنقربك، خوف عليك. على عمي على عمي دليل احتار. ترين احمر ترين احمر ترين احمر. هلا 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 ابو عبدو الغالي. شلونك ابو غالي؟ حي الله. شو هذا حمار جديد؟ هذا فول ابشم. هذاك ضاع. هذا سبع بركات. شو فول ابشم؟ فول ابشم ولا فول بزيت؟ لا فول ابشم. ها تمام. ايه السبع بركات هيك غمزات وان شاء الله تمام كله تمام. ده كان عم يبقى خلاف معيتك. بدي اوصل لبيت ابو سعيد، توصلني؟ بوصلك، بس يعني انت عارف انا زلمي على باب الله، بوصلك ب 15 متريك. يا لطيف 15 متريك ليش غالي؟ جديد هذا. طيب يلا 15 متريك 15 متريك. اقمج. يلا توكل على الله ساعدني. يلا. روح. ما بين بعدك وشوقي اليك، ما بين قربك وخوف عليك. قليل احتار. مالك بالطويله يا ابو خلاف، طلعوا لك شي 160 جمد الماء فرنسي. امسك الواحد من زناره واجل فوق، امسك الثاني من زناره واجل فوق. انت؟ يا انا شو انا؟ ما ظنيت لك. والله وكيلك اخر شي مسكتهم كلهم هيك من زنارهم، لفيتهم وزديتهم من على الجبل الدركل ودركلي. انت؟ لك يا انا. والله ما ظنيت لك. مالك؟ اسمعني انت، عليت قلبي وانت انا وضربت وشقيت و شو ما دسينيش الموضوع. شو بدك؟ متفقين على 15 متريك التوصيله، هناك مش لما نوصل نختلف. اذا اختلفنا ترى بشنطك 60 سكينه. لا عمي ما بتسك اخي، خلص متفقين نحن 15 متلي. ايوه كم مره بدنا نعيدها؟ كمل هسه. المهم مالك بالطويله يا ابو خلف. انا بحب اليبرق. وشو؟ اليبرق والكوسه. كوسه فهمناها، بس يبرق شو؟ اليبرق هذا بيجي ورق عنب ملفوف قلبه رز ولحمه. ومالك بالطويله يا ابو خلف؟ عمو شو انجعزوا مني الافرنسيين؟ السلام عليكم. صافاب يا ميرسي. المهم لما زعجوا مني بعتولي شي 1500 جندرما فرنساوي كلهم مدججين بالسلاح الكامل. قلت لهم هوب وقفوا بارضكم جمدوا. قلت لهم انا ما راح اعطيكم بالسلاح، انا بدي اعطيكم بالشعر. ونفضتهم هداك البيت الشعر: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والقرطاس والقلم امو كلهم بالارض. ومشيت فوق منهم مرفوع الراس ورحت على البيت. مالك بالطويله؟ مالي بالطويله؟ لففت الشام كلها وانت بتحكي لي بطولاتك ومالي بالطويله؟ اسمع شوي، احنا مطولين على دار هذا قرابتك؟
ابو سعيد. آه. ليكو بيت ابو سعيد بصلنا له. ممتاز. معيتك بس قربني خطوتين لانزل عنده. هاي خطوتين. ايش يا عمي ليش تأمرني؟ 15 متريك. ايه 15. ولحظة بدك طول بالك علينا شوي. ها آه وش عليك خذ راحتك. شريف سيدي هي 10 متليك كاملين. متفقين على 15. 10 متليك. متفقين على 15. اتفقنا 10 متليك ابو خلاص. 15 متليك. 10 متليك. هي وين الشبرية؟ 10 وين الشبرية؟ ايش الشبرية؟ بدي عاصمتك 60 شبرية. 15 متفقين. خلاص 15 15 رجعني بخمسة لورا. زعيم عم بقرا عن تضحياتنا باليوم بونابرت. ايوه صحيح نحن ما منحب الفرنساوية. ايه بس هذا نابليون يحترم بتضحياته. ايوه هذا نابليون ضحى بوقته، ضحى ببيته، ضحى بجهده، ضحى بصحته. ايه خلاص لا بقى زعيم، يعني رح يكون ضحى اكتر مني. وشو ضحيت انت يعني؟ يعني نابليون ضحى واشتغل عن زعيم طويل مثل حكايتك وضاها عم يتطلع لفوق لنقرفة رقبته. يا زوزية شو صار باللوزية؟ ما عاد ساوتها أختك فوزية؟ عم نقضيها حلاوي على الفطور. يلا أطيب. بيني وبينك الحلاوي أدسم. ها عندي ابن عمي كل يوم على الفطور نص علبة حلاوي بده. صحيح عسيرت ابن عمك تجوز شي؟ لا قال عم يدور على الزوجة المناسبة. الزوجة المناسبة؟ ليش الواحد ضروري وقت يتجوز يدور على الزوجة المناسبة؟ أكيد لا، ليك أنا وقت تجوزت ما أخذت الزوجة المناسبة. شو عم تساوي يخرب بيت قلبك يا زازو؟ عم بقرا كيف ضحى نابليون وهيك الناس تقرا على الجلدة. الناس تقرا من هون. انا عم شوف الحملة من ورا. هلا اتركني من نابليون الحملة. اتركني. وينه الزعيم؟ عاوزه ضروري. شايفه هون شي؟ لا ايه اصبح ماله هون. اف اف وليش هيك عم تحكي مبارات منافسك لك زازو؟ اخي قرارات جديدة. قرر الزعيم يساويني ايده اليمين. الزعيم قرر يساويك ايده اليمين؟ ايه ايه شبه؟ ليش ناقصني شي؟ لا لا ذكاء في ايه وعقل في وسرعة ايه بديهة في وطول في في ولا ما في؟ بلا بلا في ما شاء الله عنك. يا ربي بلا حسيدة. دقوا على الخشب دقوا. لحظة لنشوف مين اجا. اخزل العين على هالذكاء. إذا قلنا هدول للمعيشة وهدول للحشيشة وهدول للفرجية. ولي لك ولي اجت الشرطة. لك قالوا تبع الحشيشة. لك هدول ولا هدول ولا هدول. لك وين ولي؟ أخذنا تبع المعيشة. وين تبع الحشيشة؟ هدول. Thank you.
الأكثر مبيعاً في العالم، إنها لايتس. الخيل والليل والبيضاء تعرفني، والسيف والقرطاس والقلم. آمود دغري ارجع لنعيدها لأنه ما زبط. شهامي وعنا رجال عزنا عالي وما بينطار، والريح ما تهزك يا شبال، شامنا شام الكرار. الشامي الله حاميها، ورجالي مسؤول.